افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية الفرع الجديد لهيئة تنظيم سوق العمل في منطقة الرفاع البحير. وبهذه المناسبة أكد سموه حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات والمشاريع التي من شأنها تقديم الخدمات التي تعود بالنفع والخير على جميع المواطنين، ومشيدا سموه بما تبذله هيئة تنظيم سوق العمل في تلبية الخدمات بشكل ميسر ومطور، مشيدا سموه بالجهود التي بذلتها هيئة تنظيم سوق العمل بهدف جعل المواطن البحريني محور الاهتمام وفي دائرة ارتقاء تحقق الجودة والتميز. هذا وقد أعرب السيد أسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي للهيئة عن شكره وتقديره إلى سمو محافظ الجنوبية على تشريفه برعاية حفل افتتاح الفرع الجديد والذي يعد أكبر فروع الهيئة ويقدم كافة خدمات هيئة تنظيم سوق العمل والتي يتم تقديمها حاليا في مقر الهيئة الرئيس، مشيرا إلى أن افتتاح فرع الرفاع البحير يأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة الموقرة والمتعلقة بتسهيل تطوير الخدمات وتسهيل الإجراء والارتقاء بدرجة الدقة في إنجاز المعاملات بما يسهل من عمل المراجعين من مواطنين ومقيمين وأصحاب العمل. لتغطية احتياجات أهالي مملكة البحرين بشكل كامل وأهالي المحافظة الجنوبية بشكل خاص، دشن سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية الفرع السابع الجديد التابع لهيئة تنظيم سوق العمل بمنطقة الرفاع البحير، والذي سينعكس إيجابا على العمل وسرعة إنجاز الخدمات والتي ستخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين. نفتتح اليوم الفرع السابع لهيئة تنظيم سوق العمل وأكبر فروعها في مملكة البحرين في المحافظة الجنوبية في منطقة البحير من الرفاع، حيث سيعمل هذا الفرع على مدار 12 ساعة يوميا من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء 6 أيام في الأسبوع بما في ذلك يوم السبت. الأساس في سياسة عمل الهيئة هو القرب من المتعاملين معها والمراجعين، وأن نكون تعاملاتنا بأسهل الطرق الممكنة التي يمكن الوصول لها. وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030، تبذل الهيئة قصارى جهدها بجميع فروعها وبفرعها الجديد لتسهيل الخدمات التي تقدمها لجميع العملاء وتمكين كل منطقة حيوية في مملكة البحرين بتواجد الخدمات بها بهدف جعل المواطن البحريني محور الاهتمام. يأتي افتتاح فرع اليوم في الرفاع البحير وذلك استكمالا لسياسة الهيئة بضرورة التوسع في الخدمات على المستوى النوعي والكمي التي يتم تقديمها إلى المواطنين والمراجعين على شكل سواء. افتتاح فرع اليوم يشكل نقلة فريدة من نوعها، وذلك طبعا استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة والحكومة بضرورة التسهيل على كافة المراجعين والمقيمين في المملكة. وتقدم الهيئة عبر شبكة من الفروع المنتشرة في مملكة البحرين أفضل الخدمات للجميع، ومن المؤمل أن يسهم الفرع الجديد في تقليص فترة الانتظار على مبنى الهيئة، لا سيما في ظل النمو الكبير في عدد المعاملات التي يتم إنجازها، وسيجعل مراجعة أصحاب الأعمال لمبنى الهيئة الرئيسي أكثر يسر وسلاسة. فرع متكامل يتماشى مع سياسة هيئة تنظيم سوق العمل ليكون معبرا جديدا لخدمة جميع العملاء.
ليسهل عليهم إجراءاتهم ويقدم لهم خدمة بسرعة وكفاءة عالية. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.